في الفيديو ده مهم جدا لكل المربيين ولكل الناس اللي بتفكر تشتري كلاب. هعرض لكم اشرس واخطر كلاب العالم اللي لسه ممنوع استيرادهم ومحظورين في دول كتير في سنة 2022 ورافضين يفكوا الحظر عنهم نهائي وبيعتبروهم من اشرس واخطر كلاب العالم. وما تستغربوش من السلالات اللي احنا هنشوفها النهاردة في الفيديو، زي ما في كلاب كتير قوي احنا بنعتبرها حاجة عادية انها تبقى موجودة في بلادنا، هم بيعتبروها حاجة شاذة جدا، وانك بالظبط كأنك بتمتلك سلاح ابيض ماشي بيه في الشارع. فعشان كده منعين استيراده تماما ومنعين دخول البلاد. وعلشان ما تنساش والفيديو ياخدك مني، اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك لقناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوكز اند كات، وقابلكم على طول بعد الانترو. ونبتدي مع بعض بأول فصيلة من أخطر وأشرس كلاب العالم، كلاب الكوكيجن المحظورة في معظم دول العالم. الكلب الكوكازي، الكلاب دي بتنتمي لكلاب التبتان ماستيف، عشان كده محظورة في معظم دول العالم. الكلاب دي بتنقسم لقسمين، يعني الكلب الكوكيجن بينقسم لقسمين، اللي ما يعرفش الكلب ده منشأته روسيا. القسمين ايه هما؟ كلاب الجبال وكلاب السهول. الكلب الجبالي اللي هو بيبقى شعرة بتاعته طويلة وبيبقى حجمه ضخم وبتبقى الشعرة بتاعته تقيلة كمان. كلاب السهول بيبقى الكلب اقل شويه في الحجم زي ما انتم شايفين، وبتبقى الشعرايه بتاعته قصيره ومش تقيله قوي. يعني بمعنى اصح لما تشوف كلب كوكيجن حجمه قليل ما تفتكرش ان الكلب ده مش بيور، لا بيبقى بيور، بس بيور من كلاب السهول مش كلاب الجبال، والمنشا بتاعه روسيا زي ما قلنا. نخش على الفصيله الثانيه، كلب الكنجال التركي. ومن الاسم على طول نعرف ان الكلب ده الموطن الاساسي بتاعه والاصل بتاعه تركيا. عايز اقول لك ان في تركيا نفسهم بيبقى صعب عليهم ان هم يدربوا الكلب ده، وبيسموه هناك مش الكلب الكنجال، بيسموه الكلب العنيد. الكلب ده بيبقى عنيد جدا في تدريبه، بس عايز اقول لك ان هو بيبقى حارس شخصي وحارس للمنشآت ممتاز جدا، كلب يقظ جدا وعنده لياقه بدنيه عاليه قوي، وكلب قوي جدا جسمانيا. بس عايز اقول لك ان شخصيته عنيده قوي وصعب جدا انك تربيه او تدربه لو انت مبتدئ كأول مرة، بحكم اللياقة البدنية اللي عنده وقوته الجسدية كمان. وتحط في 2022 كلب الكين كورسو او الكان كورسو، حبيب الملايين وحبيبنا كلنا بحكم ان هو اصلا من عائلة الماستيف، ومعرفش ان في حد في مصر بيكره كلاب الماستيف. كلاب الكين كورسو من اجمل الكلاب اللي ممكن تشتريها وتربيها، كلاب ذكية جدا. وعايز اقولك ان عائلة الماستيف دايما بتبقى معروفة، على قد ما حجمها اللي بيبقى مرعب وحجمها الصعب جدا وشكلها كمان المخيف، على قد ما هي ودودة جدا مع الأطفال وبتحب الأطفال جدا، وكلاب عائلية لأقصى درجة، وموطنه الأصلي إيطاليا. نخش على الفصيلة اللي بعد كده، كلاب البيتبول. كلاب البيتبول زعيمة العصابة، يعني لو في عصابة للكلاب لازم يبقى كلاب البيتبول هي الزعيمة بتاعتهم. وعايز اقول لك ان الكلاب دي هي اللي اصلا صحصحت المنظمات الدولية ان هي تمنع حظر استيراد الكلاب في معظم دول العالم. كلاب البيتبول دايما بتبقى موجودة في كل احصائية من اخطر واشرس كلاب العالم اللي محظورة وممنوع تداولها كمان دولية. ولمتابعين اللي بيسألوني كلب البيتبول كم نوع؟ 4 انواع، وهعمل لكم فيديو مخصوص وبالتفصيل عن كلب البيتبول. نخش على الفصيلة اللي بعد كده، من اشرس واخطر كلاب العالم دوليا في اوروبا، كلاب المالينو. وما تفكرش تسأل نفسك ليه كلب المالينو بيبقى محظور في معظم دول اوروبا، لانك فعلا مش هتلاقي سبب. وانا دورت كتير على النت على اسباب حظره في دول اوروبية، وصدقوني انا ما لقيتش سبب، بس دايما بتلاقي كلب المالينو محطوط في قائمة قانون تجريم الكلاب الخطيرة. مصداقيتي وامانتي معاكو، انا ما لقيتش اسباب تحذر كلاب المالينو، بس اجتهاد مني انا عشان اكون صريح معاكم. الكلب ده ممكن يكون محظور لسبب من اتنين، الكلب ده لا اما بيكون في منه خجول، وده انا ما بلاقيهوش وبيبقى قليل جدا وبيبقى نادر كمان، لا اما بيكون في منه شرس جدا، لان الشرس في كلب المالينو بيبقى شرس وخطير جدا لاقصى درجه. وندخل على الفصيله اللي بعد كده، اللي ما فيش اي احصائيه بتتعمل الا لما يكون موجود فيها، كلاب الريدج باك. كلاب الريدج باك اللي ربى الكلب ده بيقول ان شرسته ما تقلش عن كلاب البيتبول. انا ما عنديش تجربه شخصيه معاه، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت اللي فكر ان يشتري كلب الريدج باك يقول لي فعلا هل هو يستاهل ان يتحط من اخطر واشرس كلاب العالم ولا لا. ونيجي للفصيله الاخطر بعد كده، كلاب الباندوج. كلاب الباندوج في ناس بتفتكر ان هو كلب الفيلا برازيلا او كلاب الباريسا كاناريو، لا انا عايز اقول لك كلب الباندوج هو فصيله لوحده، بس كلب شرس جدا لاقصى درجه، وهعمل لك فيديو مخصوص عليه وهقول لك انواعه ومميزاته وعيوبه برضه. وهقول لك على نبذه بسيطه عنه، ان كلب الباندوج من اخطر واشرس كلاب العالم، والكلب ده امريكي ودلوقتي كمان بينطق في انجلترا، وهو فصيله لوحده غير
غير اي كلب تاني من كلاب البيتبول او باريسا كاناريو، وهعمل لكم فيديو قريب عنه ان شاء الله. هندخل على الفصيلة الاشرس بعد كده، من اشرس واخطر كلاب العالم كلب الالاباي. كلب الالاباي الروسي، المنشأ بتاعه روسيا. الكلب ده عايز اقولك انه بينتج بشكل كويس في مصر ومواصفات ممتازة كمان. كلب الالاباي انا بحس اكني بتفرج على كلب جريد داني اللي هو الدنوا، بس بمواصفات مختلفة شوية، اقصد اقولك مواصفات الضعف كمان. الكلب ده بيبقى حجم ضعف كلب جريد دان في العرض مش في الارتفاع، بيبقى نفس الارتفاع بس بيبقى الكلب عريض جدا، وبيبقى خشبه عريض والجمجمة بتاعته كبيرة. الواناته بتبقى البريندل والفون والاسود كمان، والابيض التلجي زي ما انتم شايفين ده اللون الاساسي بتاعه. هنخش على الفصيلة الاشرس واخطر كلاب العالم اللي هي كلاب العشق، كلاب الروتفايلر. اصدقاء كتير ومتابعين ليا كتبوا لي في الكومنتات وعلى الخاص ايه الفروقات غير الفروقات الشكليه ما بين الروتفايلر الامريكي والروسي والالماني، عايزين نعرف ايه هي الفروقات في الشخصيه كمان، هل في فرق ما بين الشراسه في الروسي والالماني والامريكي؟ لا، انا عايز اقول لك ان ما فيش اي فروق نهائي، هي بتبقى الفروق دايما بتبقى في الفروق الشكليه بس، لكن الشخصيه واحده. نخش على الكلب اللي بعد كده والفصيله الاخطر من اشرس واخطر كلاب العالم، كلب الامريكان بالدوج. كلب الامريكان بالدوج بينتج مش في امريكا بس، بينتج في امريكا وانجلترا وبريطانيا، وعايز اقول لك ان هو كلب ودود جدا وهادي الطباع كمان. هتقولي ازاي هو ودود وهادي الطباع ومحطوط من ضمن قائمه اخطر واشرس كلاب العالم؟ لما بتمزج ما بين حاجتين، الشراسه مع القوه البدنيه، بيبقى كلب غايه في الخطوره، ومن ضمن الواناته الرمادي والاسود والفون. هندخل على العشق الثاني بعد كده والفصيله الاخطر واشرس كلاب العالم، كلاب الدوج الارجنتينو. كلاب الدوج الارجنتينو، كلاب الدوج الارجنتينو من الاسم كده على طول لازم نعرف ان هو الموطن الاصلي والاساسي بتاعه الارجنتين، وفعلا لازم يتحط من ضمن قائمه اخطر واشرس كلاب العالم. الكلب ده منزوع الرحمه ومنزوع القلب، الكلب ده ما بيهابش ولا بيخاف من اي حد، واللي بيساعده على كده اللياقه البدنيه العاليه اللي عنده، عنده لياقه بدنيه وطاقه عاليه جدا عن اي كلب تاني، وما انصحكش انك تربيه من ضمن مجموعه كلاب، لان كلب الدوج الارجنتينو من طبيعته حب فرض الشخصيه، وهيفرض شخصيته على الكلاب اللي انت بتربيها غصب عنهم، وهيسبب لك مشاكل كتير. هنخش على الفصيله الاخطر والاشرس بعد كده، بيتبول تيرير. انا عايز اقول لك ان البيتبول تيرير بيبقى حجمه اقل شويه من البيتبول الامريكي العادي، والاثنين امريكي على فكره، بس بيبقى حجمه اقل وشراسته اعلى. وعندي تجربه مع الكلب ده حابب ان انا انقلها لكم واقولها لكم. صديق شخص ليا اسمه كريم كان حابب ان هو يشتري كلب البيتبول تيرير، وعايز اقول لك ان احنا لفينا على مزارع عشان ان احنا نشتري الكلب ده ونشتريه بمواصفات معينه، وفعلا اشتريناه وما قعدش معاه غير اسبوع بس، ما استحملهوش، وكان تجربته معاه، ورغم ان احنا اشتريناه وهو جرو، كانت تجربته معاه اللي قالها لي ان قال لي الكلب ده شبه ما بينامش، عنده طاقه غير عاديه لدرجه ان هو ناقص انه يتحرك وهو نايم. الكلب عنده طاقه غير عاديه، حتى الشراسه بتاعته موجوده وهو بيلعب معاه، ما كانش عارف يروده نهائي، واضطر فعلا ان هو يبيعه. كلب شرس لابعد درجه. ولو انت اول مره تشتري كلب، ما انصحكش ان انت تبتدي بكلب البيتبول تيرير، ما انصحكش بيه نهائي، لان الكلب عايز مواصفات معينه للشخص اللي بيربيه، يعني لازم يكون عنده خلفيه عن رعايه الكلاب وتربيتها. وبكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم والمعلومات اللي انا قلتها لكم تكون فادتكم، وهتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه.